يقول في بلادنا يمنعون إعفاء اللحية ويسجن ويعذب من يعفي لحيته، وأخشى أن أقع في السجن، هل يجوز لي أن أحلق لحيتي والحال كما ذكر؟ أبدا لا تعصي الله عز وجل، واصبر على ما أصابك، تمسك بدينك وسنة نبيك واصبر على ما أصابك، ولو سجنوك، والبري بري، لو سجنوك تخرج إن شاء الله ما دام ما عندك جريمة ولا عندك، إنك لو سجنت هذا في سبيل الله وتؤجر عليه إن شاء الله، أما حلق اللحية لا يجوز. نعم.